السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنرى تمرين ثاني يقول هذا التمرين Write a program which asks the user to enter a number between 1 and 12 and prints the month name according to the entered value يعني عندي برنامج هيقبل قيمة وسميها مثلا N هذه القيمة تكون محصورة بين 1 و12 أصغر أو يساوي أصغر أو يساوي ونتيجة هذا البرنامج هو تباعت اما January لو كان قيمه الان تساوي واحد فبري الى غير ذلك نصل الى ديسمبر لو كانت قيمه الان تساوي اثناش طبعا لو كانت القيمة مختلفة عن واحد أو أصغر من واحد أو أكبر من 12 يجب طباعة Error لحل التمارين أقترح عليكم الكود التالي سأقوم بتعريف متغير N أطلب من المستخدم إدخال قيمة Enter a number between 1 and 12 c in n لإدخال القيمة ثم تسويت switch n case 1 c out January break case 2 see out February break case 3 إلى أن نصل الكيس إذن عشان أكون أسرع شوية سأقوم بكوبي بيست لكل هذا 12 سأغير هنا الكيسز هنا صار الكيس 3 كيس 4 كيس 5 6 7 8 9 10 11 and 12 وسأغير هنا عوض عن February حتصير March March April October November December لو المستخدم يدخل قيمة مختلفة عن كل هذه القيم إذا نروح لـ default case default cout the number should be between 1 and 12 إذا ننفذ هذا البرنامج أقوم ب build ثم run أعيد تنفيذ البرنامج أدخل قيمة بين 1 و 12 سأدخل قيمة 10 أكتوبر أعيد تنفيذ البرنامج مرة أخرى لو دخلت القيمة 12 المفروض يطبع لي ديسمبر تمام ونفذ البرنامج مرة أخيرة لو أدخل القيمة 0 الكمبيوتر حيطبع لي The number should be between 1 and 12